بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان ما نو ناكسن ساكي وحان فرنتان سو دياري وجد بنايا دمان دتك الصوماليين ملك سو أي جوجان وحان وباقيا ذلك يدتك بس يد الله نبضين لها نبض لقش قينا عن ربع سجارة إنها نو تعزييو دتك كل انتي شقاق ذي دوان كدا عضي مقالة ذا لاسعانو dibaato magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in horo badan waan ka dignay waana ka hadalnay hadana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo markii hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhamaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meel ka mid ahay wili qoray la soo qaato arinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay مواقف الدولة الفدرالية هي أركت ذي إذا أنا كمل عينا جمود عنا وحوين إسكاب بدلين أو أهيد مشكلة داس ماشية كتاعن دت كدجان كاس دجان نين عوال بلة وادد ويلي ورال ويلي أبتئة وادد محان كير هذا إيه إنا يصدق جيس إنا سيدي جيس دت إسدالي إسدح دجي إسلا دشوا وح إسكو هاي استعاني مرك جرن عيب إذا إيه نعيم ما هن وسياسة هرنا وحان ويري أو وش مدرور سنة كهرة مشكلة داسة سوري سنة كتاعن حل كده حل سياسة ده واي إن سياسة الله حليه سياسة الجود الصومالية يمدنا مدد الجور هذين أي أنا حل كم هو سوري سنة يكون حجران سداس درادت وحماش أسكر بعياه واقحونا رالي كمان إن ما أنت دتك ربيتان كيسة أرى الجور حليه نصوت قال معه ربيتان كدتك هلا احترامه قريها هلا بيجو حبده هلا جوجيو هلا وذا هذلو ميسك وذا هذا الكهل السوقي ماذا هلا وذا هذلو دولة فدرال كأس الصومالية بدعونا الجمهورية دادان أي ديار وحانو أي مال كستا أو نبض داس اللوغة هذ لايو يعد كستا أو نبض داس إني كهذا شجع علبة إن أنا قرب تاجنا هاي والسفره تورة تورة وفق الديتا إن أنا تجمع ديار وهاي لكن ولا ليال حلق مرنق وما إيمانه يقول إن أنا بقلال أما كمان نوقف إنتان دلنو كدب كركو ذهده سكوب عن سلانه أو عن نبضا عن كذا لنا عن دانون حبت كسكسارنه وعلى جروية بلا هذا بوتين بكيلة أي لا ذهاي هل جوجيو أنت أنا فراح كبحن بري إن عن حبت كسكسارنا إن عن هو هو إن اللي يشينه يعني ميدت كين يحبالها دشوا ديارن كوي يشينن دتك أنت ينول يين أنا يشينه هل جوجيو ما ملكه إدا شاجنيسة إدا ضياش دقنك علماء الدينك مسؤولين سياسيين تا قفل بدور كذا نبدأ تها قادته علاد الله سعانو سيما سعقرته لما أنا أقبله كرو هل جوجيو ميسك وضع هذا الكلام سوي ما دولة فدرال كا واحد ديار وطاي إذا يفضوا ضيسو كقيب قشو كالميسو هذه توس دات كعد علاد الأحمر تي وضع فلسطين وهذا أرنتا وحقس عد الله سعانو وأركت السياسة ذات أركت السياسة ذات نقرر وما حد سنتو قال حل كذا قركم إيه ماذا كان ربعي كان دي دمبو حل كذا قركم كين كران هل سوي ماذا هل وذا فريستو مر والبهران وغشان مشكلة ده كجرت الصول يا سناك وحيكون راح جرتا حين دابك جرنت أن جرين إني أرنت من نمذا أرنت من نمذا أنا عنو جواني نقطع حوق إنا كل رادين ما دونين نبض عرمنا إنا كل رادين دت كربتان كيس راح لا دوران لأن هاي ماشى عسي علاد داسي علاد دت كقبط ما دت كصوب مالية ما قبطه dadka ka deegaanka guud ahaan ma qabato hal joojin ku baaqayna mar kale culimada diinka iyo odayaasha dhaqanka ayaga deegaanadaas oo dhanba nabadeeda waligood ka talin jiray nabad ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadahay raadka kulana hala hadlaano ha joojiyaano wiilasha qoryaha laga qaado hala damiyo colada intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colada ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabada lagu baaqo lama aqbali karo dhig kale oo Soomaaliyeed oo daad wax la aqbali karo ma meel kasta ha joogo sabab kasta loo soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaaceynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeega u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma dooneyno muxuu ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo wax garadka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba
ayagan waxaan u baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanayso meel khafiif oo saxsaalan ay ka bilaabato meel fog ay ka bilaabato dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay wiligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan u baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arrintaas in nabad lagu soo xalliyo arrinta nabadha lagu xalliyo dowladda federaalka soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaalla in qoryo aan isu qaadino ku xallino kuma xalli karno nooguma xallismayaan barraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna ma leh xabaalaha korkoodayaanu ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqayaa meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqayaa waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasaddana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya oo ku yimaada waa dariiqa dimuqraatiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureyn aad iyo aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah